بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأتين من مصر تربى في قصر كل منهما نبي من أنبيائه. الأولى هي امرأة العزيز تربى في قصرها يوسف عليه السلام، والثانية امرأة فرعون تربى في قصرها موسى عليه السلام. هاتان المرأتان اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز، وتفرقتا في التقوى والإيمان والبر. كلتا المرأتين ربت نبيا في قصرها منذ نعومة أظافره حتى استوى رجلا سويا. امرأة العزيز ربت يوسف صبيا قبل أن يبلغ العاشرا بعدما اشتراه العزيز، فقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وامرأة فرعون ربت موسى منذ اليوم الأول لولادته بعد أن أوحى الله إلى أمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. امرأة العزيز غلبت شهوتها على أمومتها فأرادت يوسف كما تريد المرأة زوجها. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وامرأة فرعون المؤمنة غلبت أمومتها على ما عداه، وأرادت موسى كما تريد الأمهات الأولاد تحيطه بالرعاية والاهتمام. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. امرأة العزيز ألقت يوسف في السجن، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وامرأة فرعون منعت عن موسى الذبح والقتل، قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فليس المهم مع من يعيش الإنسان، بل كيف يعيش. فالمرأة التي كان زوجها يقول أنا ربكم الأعلى كانت تسجد صباح مساء وتقول سبحان ربي الأعلى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.